محمد حسين عبد الغني فيلمبان، المدرس بالمسجد الحرام، تحصل على شهادته عام 1341، بقي ملازما في المسجد الحرام للشيوخ حتى عام 1347. صدر الأمر السامي بتعيينه مدرس في المسجد الحرام. زاول هذه المهنة حتى عام 1367 هجرية. كان يعني في عام 1355 تعين في مدارس دار العلوم الدينية، وهذه المدارس تأسست للجاليات الإندونيسية. اجتمع معلمين المدارس المدرسة هذه، فلاحظوا إنه بناتهم غير متعلمات، فقالوا لابد من إيش تأسيس مدرسة للبنات، فأسسوا مدارس البنات الأهلية عام 1362. بعد كده كانت في المنطقة الشامية في مكة. اللي حصل إن المدرسة هذه انتقلت من المنطقة من الحي هذا إلى حي آخر، فأهل الحي في منطقة الشامية ومنطقة الفلق ما وجدوا مدرسة لبناتهم. فالوالد رحمه الله عام 1367 أنشأ هذه المدرسة. أنشأ المدرسة هذه للأساس إنه لمنطقة الشامية والفلق القريبين من المنطقة اللي هي جنب بجوار الحرم. فحصل إنه إيش الصعوبات في عملية امتداد التعليم، حيث كانت المباني كلها صغيرة وعدد الغرف صغيرة يعني قليلة. فتعرف المدارس في الأيام هذيك يعني تعتبر ليست كتاتيب، وإنما هي مدارس نظامية تابعة لمديرية المعارف إلى عام 1373 هذا الكلام. فاللي حصل إنه تحولت من اسم مديرية المعارف إلى وزارة المعارف، فأصبحت يعني كمدرسة نظامية. بداية المدرسة كإشراف للوالد خارجي. زوجته كانت عندها شهادة معهد المعلمات من إندونيسيا، فلما جاءت هنا أصبحت هي مديرة للمدرسة ومعلمة. كانت الرسوم بسيطة جدا جدا، يعني على أساس أنه على أساس أنها كانت مو أقل من ريالات يعني. فالسبب ليش؟ على أساس إيجار مبنى، العاملين، المعلمات. يعني عنده بناته أربعة كلهم عينهم كمدرسات في نفس المدرسة، بالإضافة إلى البنات اللي هم في المستويات العالية اللي هي إذا كان في الصف الخامس الرابع بيدرسوا الصفوف الأولى. المواد كانت كثيرة يعني بالنسبة بعد ما بدأت وزارة المعارف، اللي هي على أساس أنه كانت القرآن الكريم والتجويد والفقه والتوحيد والحديث، بالإضافة إلى اللغة العربية.